الكاراتيه يعني رياضة الكاراتيه رياضة مهمة ومصر لها تاريخ كبير وقديم بنتكلم من 1972 مصر بتحقق الحقيقة نجاحات كبيرة جدا وأول مرة تاخد البطولة للدرجة الأولى وتحقق الذهبية كان 1975 وسبعين. رياضة الكاراتيه بعد طبعا دورة البحر المتوسط الحقيقة حققوا إنجازات كثيرة جدا أنا عايزة نبدأ على طول ونتكلم ونعرفكم على أبطال مصر في الكاراتيه خليني أرحب الأول بدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه مساء الخير يا دكتور وأهلا حلو بحضرتك وأرحب باللاعبة الجميلة ريم أحمد مساء الخير يا ريم وأيضا معايا اللاعب يوسف بدوي مساء الخير يا يوسف سلام. واللاعب عبد الله ممدوح مساء الخير يا عبد الله اهلا بكم وحمد لله على السلامه ومبروك على كل حاجه مبروك لمصر مبروك لمصر دايما كلمني عن الدوره دي وعلى الانجازات يا دكتور هو الحمد لله رب العالمين كان احنا بقالنا حوالي خمس سنوات دخلنا في حاجه اسمها الرانك الدولي بالنسبه للاتحاد الدولي عامل حاجه اسمها رانك عشان نوصل للاولمبياد فكان عندنا هدف اساسي وهو الاعداد للاولمبياد في طوكيو من اربع سنوات واحنا بنعد الاولمبياد والحمد لله وصلنا بان خمسه يوصلوا يتاهلوا ان هم يمثلوا مصر في الاولمبياد فطبعا عشان اوصل للرانك ده لازم اشترك في اجنده الاتحاد الدولي فكان عندنا حوالي عشرين بطوله في السنه معدل كل ثلاث اسابيع بطوله خارجيه فكل الشباب اللي قدامي دول اشتركوا في نشاط الاتحاد الدولي بالكامل كل مره بيجيبوا رنك اعلى لحد ما النهارده اصبحوا مصنفين رقم واحد على مستوى العالم فده ساعد ان احنا نبقى اول افريقيا، طبعا. ساعد ان احنا نبقى اوائل العالم، ساعد ان احنا نبقى اوائل في الاولمبياد في دوره العاب البحر المتوسط في جميع البطولات اللي بناخدها، الحمد لله رب العالمين انجاز فوق الخيال لم يحدث الطفره دي في اتحاد الكاراتيه. طبعا السبب الاساسي هو دعم الدوله نمره واحد واهتمام فخامه الرئيس بالالعاب الفرديه الالعاب دي عامه وبالفرديه اخص وخصوصا لعبه الكاراتيه لان تكريم الشباب دول اكتر من مره ادى دفعه كبيره ان هم دايما لباقي الشباب نفسها بالظبط ادوا دفعه كبيره ان هم لازم يحققوا ذاتهم ويثبتوا ذاتهم ويثبتوا ان هم اول عالم عشان خاطر يتكرمهم فهمت رئيس الرئيس عشان خاطر معالي وزير الشباب الرياضه يقابلهم كل مره في المطار ويدعمهم فدي حاجة في حاجه في حد ذاتها عملت نقله للرياضه المصريه مه. الحمد لله مثلا على سبيل المثال يوسف قدامك ده لاعب يعني مش موهوب بطريقه فوق الخيال يعني في شهور يجيب اول عالم في شهور خمس ميداليات ذهبيه في خمس شهور ده حاجه انجاز لم يحدث في تاريخ الرياضه عامه فده الحمد لله رب العالمين بنسبه للعالم كله ان مصر قادره انها تصنع وبرضه نفس الوضع الكابتن عبد الله ممدوح من الناس اللي هي احسن لاعب مصنف في العالم ورقم واحد على العالم ده برضه انجاز كبير جدا لمصر البنات عندنا بسم الله ما شاء الله يمكن اول ذهبيه في مصر في الاولمبياد في ريال في, في طبع. تاريخ الاولمبياد المصريه بالكامل الذهبية الامراه فهي كانت في ريال والحمد لله ريم والبنات كلهم عندنا اوائل العالم خدنا ذهبيه العالم في الجماعي كوميتيه في دبي في بطوله العالم في شهر 11 اللي فات ده انجاز كبير يحدث الاتحاد المصري اكيد مصر بتستعدوا لباريس قريبا نستعد الله كل البطولات خليني اروح مع يعني بما اننا معانا بنوته حلوه فنبدا بالبنات آه ريم ريم قولي لي يعني الكاراتيه اولا شكلك ما يقولش ابدا لعيبه بكل الارقام اللي بتحققيها يعني <applause> فقولي لي اللعبه دي ايه اللي استهواكي ان انت تبقي لعبه كاراتيه؟ هو انا يعني انا بدات وانا صغيره من وانا عندي سبع سنين تقريبا كان اخويا اكبر مني كان بيلعب كاراتيه فكنت حبيت اللعبه وحبيت ان انا اخش واكمل يعني والحمد لله كملت وحققت مين شجعك في البيت؟ آه لا بصراحه كلهم كانوا بيشجعوني ماما وبابا واخويا آه كلهم كانوا بيشجعوني يعني ان انا اكمل حتى في الدراسه وكده وايام ثانوي عامه كانوا كلهم بيشجعوني والحمد لله حققت برضو بطولات اثناء ثانويه عامه فيعني الحمد لله كانوا كلهم بيشجعوني وكنت يعني بتذاكري وبتلعبي رياضه وبتتفوقي ويعني يعني اللعبه كانت بتاخد قد ايه وقت منك يعني احنا مثلا في المعسكر بنتمرن تمرينتين او ثلاث تمرينات في اليوم كل تمرينه ساعه ونص وطبعا في النص بقى لازم كد... يعني قعده الدراسه لازم ان انا اقعد اذاكر ولو عندي امتحانات برجع مثلا احضر عشان انا في اسكندريه فبرجع مثلا احضر الامتحانات وارجع تاني المعسكر بس اه وتكملي يعني آه خدتي انت فضيه في البحر المتوسط صح آه. كلميني اهو انت موجوده هو على الشاشه كلميني عن ال... عن الميداليه بتاعتك طبعا الميداليه ما كانتش سهله انا لعبت مثلا تاني ماتش مع بطله تركيا دي مصنفه الاولى على العالم بطله عالم <applause> فبالنسبه لي الماتش ما كانش سهل خصوصا ان انا لعبتها مرتين قبل كده وخسرت منها انتي عارفاها فانا عارفاها وهي آه. عرفاني كويس وانا زي ما قلت حضرتك انا خسرت منها مرتين قبل كده فكان نسبة لي تحدي ان انا هكسبك هكسبك بالظبط والحمد لله قدرت ان انا اكسبها المره دي وصورتك والميداليه منوره الشاشه يعني <applause> الاحساس ايه يوسف لما بتروحوا انت واخد ذهبيه في البحر المتوسط، احساس ايه وانتوا خلاص داخل وبتحقق وعارف انه هتاخد الذهبيه وهيبقى يا اما يرفع علم مصر او السلام الجمهوري، الاحساس بيبقى عامل ازاي؟ هو كل بطوله وليها احساس مختلف طبعا بس البطوله دي بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه لي بالاخص كانت بالنسبه لي مهمه جدا يعني من بدايه ما رحنا كان اول لما نزل الورق كان بالنسبه لي ورقتي كانت صعبه جدا بالنسبه للعيبه من اول ماتش من اول ماتش كان الدنيا عندي صعبه لعبت اول ماتش مع لاعب تركي برضو زي ريم اللاعب ده يعتبر كان ثالث اولمبياد وبطل كبير يعني فمن اول ماتش لتاني ماتش مع بطل المغرب انت ما شايفينك اهو على الشاشه وانت بتحيي انت بتبقى بتذاكر يعني بتذاكر مين المنافس بتاعك او الناس بتذاكروا الناس دي قبل ما بتسافروا يعني اه اكيد في المعسكر بيبقى بنجيب اللعيبه المصنفين ونشوف الحلول معاها ده البطل التركي؟ لا ده ده الفاينل مع صربيا ده الفاينل مع صربيا اللي انت فزت عليه اه التركي كان اول ماتش و... وانت خلصت عليه بدري بدري اه يعني الحمد لله وبعدين دخلت على صربيا بقى اه ده كان بعد الاصابه ايه ايه اصعب اللحظات دي لان دي, دي 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 المباراه الاخيره اصعب لحظه في المباراه دي كانت ايه؟ لا هي الفكره كلها ما كانتش في في الماتش كان قبل الماتش في السيمي فاينل خدت ضربه في دماغي عملت لي اغماء واضطرينا ان احنا نروح المستشفى بين السيمي فاينال والفاينل اه ده مفيش يوم يعني مفيش لا ده في ده نفس ده اليوم نفس اليوم اه كان أوه. في ساعات يعني بينهم حوالي ثلاث ساعات بس هنا الإرادة بقى يعني طبعا أوه. ان انت عايز تكمل يعني بالظبط فكان فارح. في خطورة مثلا يقولوا لك ما تكملش و ما هم كانوا رافضين لغاية ما نعمل التحاليل والاشعة عشان يطمنوا ان انا اعرف انزل تاني على الملعب <تعرف> تنزل أوه. ولما نزلت كنت متخوف ان انت هنا وقت الاصابة دي اه ده اه وانت وقتها كنت متخوف انك ما تقدرش بقى تحقق ال. تجيب الميدالية. يعني انت مع الاصابه جبت الميداليه كمان اه لا احنا كنا يعني مصرين ان بعد ما ما نتيجه الاشعه طلعت ان احنا ننزل على الملعب يعني والعب الفاينل مين اللي بيشجعك وبيدعمك في البيت؟ آه بابايا ومامتي واخويا اه واخوات عاملين شغل برضه كويس طبعا. يعني. طيب عبد الله قول لي بقى انت من من الناس المهمين جدا واللي حققت ميداليات والتكريم بتستعد ازاي؟ يعني بتبقى حلمك كل بتبقى قبل مثلا البطوله تقول انا عايز اعلي التصنيف بتاعي انا عايز احقق ده بتستعد ازاي غير الاستعداد الخاص بالتدريب يعني. والله هو يعني كل ما ال... النتائج بتزيد والميداليات بتزيد والالقاب بتزيد المسؤوليه بتزيد والصعوبه بتزيد. مم. يعني احنا دلوقتي مصنفين الاول على العالم. مصر احسن بلد في الكاراتيه على مستوى العالم فبالنسبه لنا اي اي لاعب بيلعب قدامنا بيبقى حريص زياده بيبقى مستعد اكتر فالموضوع بيزيد صعوبه فبيحتاج مم. مننا مجهود اكبر. يعني بعيدا عن التمرين محتاج تركيز 100% في المعسكر طول الوقت تركيزي كله في الملعب تركيزي كله في البطوله احساسك أي حلو وانت داخل كده وانه بلدك صورك هي موجوده عبد الله على الشاشه احساسك كده انه بلدنا احسن بلد بتلعب كاراتيه في العالم احساس مختلف صح لا طبعا احنا احنا احسن ناس في العالم في الكاراتيه اه يعني ف... فده بالنسبة. بيبقى احساس بيستقبلوكوا ازاي يعني بيبقوا بيتعاملوا معاكوا ازاي مصر دخلت يا جماعه مصر جت بقى لا احنا لينا اسم كبير جدا جدا في الكاراتيه من من زمان وبنتوارث الاسم ده طبعا وهنفضل نورثه واحنا يعني هنفضل احسن بلد في الكاراتيه طب انا هرجع هنا لدكتور يعني قول يعني كتير في العاب كتير يتمنوا يكونوا احسن حاجه في العالم وما بيحققوش يعني ازاي بتقدروا تجمعوا الشباب وازاي بتقدروا تكملوا والمنافسات دي عشان تحافظوا على التصنيف بتاع الحمد لله رب العالمين بقالنا خمس سنوات بنعمل منتخب الناشئين والشباب وال وعشرين سنه والكبار معسكر دائم طول السنه رغم ان بطوله العالم للكبار كل سنتين وبطوله العالم للشباب كل سنتين ولكن احنا بنعمل الفرق كلها معسكرات دائمه والمنتخب شغال لمده سنتين متواصله عشان خاطر نبدا يبقى فيه كوادر حتى بتطلع من الشباب للكبار يبقى في استمراريه موجوده مم. يمكن اللي بهرنا السنه دي ان احنا في بطوله العالم جبنا ميداليتين ذهب خدنا مركز ترتيب تاني بالنسبه للاسوياء واللي الهمه مركز اول على مستوى العالم بفرق ميدالي عن اليابان مم. الحمد لله رب العالمين كان الواحد فخور ان اللي جابوا ميداليات ذهب يبقى من العناصر الجديده كمان مش الناس الاولمبيه فقط لا عناصر كمان مكمله لها ده دليل على ان فعلا في تكمله للجهاز وفي عناصر بتورث العناصر زي ما بيتكلم كابتن عبد الله ان بيورثوا بعض على اساس خاطر نوصل لدايما نكون سباقين ونكون اوائل العالم اشتركنا في اجنده الاتحاد دولي بالنسبه للدوري العالمي للكبار بخلاف كمان الشباب والناشئين بيساعد على ان اللاعب المصري اللي عندي يبقى له رانك في الاتحاد الدولي ويبقى على طول شايف البساط الدولي شكله ايه ويقدر يستمر ويقدر يحقق ذاته، يعني النهارده احنا مصنفين في الكبار رقم واحد وايضا في الشباب والناشئين الرانك بتاع اولادي كلهم في الشباب والناشئين ومساعة. رقم واحد لان كلهم بيشتركوا بنشترك باكبر بعثه رياضيه على مستوى العالم. كاراتيه لكل دول العالم مصر اكبر فريق بيشترك في كل البطولات الدوليه محدش بيعرف يقرب خالص وده 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 العالم كله بهر رئيس الاتحاد الدولي الناس كلها فخوره بمصر فعلا كل الدول بلا استثناء فبيعملوا حساب الف حساب لمصر وبعدين اللاعب بتاعنا بيبقى نازل فعلا عارف ان اللاعب اللي قدامه يعني عايز يصطاد باي طريقه على اساس انه يقول انا غلبت مصر ولكن في البدايه والنهايه المحصله كلها لا مصر الاول بلا جدال انا عايز اسالك يا ريم يعني يعني احنا برده مشاهدين ومتابعين التم التميز بتاع اللاعب المصري واللاعيبه المصريه في الكاراتيه يعني ايه اللي بيميزكوا عن المصنفين العالميين؟ يعني انت مثلا عن بنت من صربيا من تركيا من اي بلد اوروبيه ايه اللي بيميزكوا؟ يخليكم الاوائل احنا اذكى منهم م -م. إحنا بنشتغل على نفسنا على طول آه، بنشوف مثلا إيه أخطأنا بنحاول إن إحنا نعدلها زي ما دكتور دهراوي قال إحنا شغالين معسكرات طول السنة ما أظنش إن في بلد شغالة زينا كده معسكرات طول السنة إحنا ما بنوقفش معسكرات ما بنوقفش تمرين مش عشان البطولة خلصت مثلا نريح لأ إحنا على طول مكملين آه، بطولة خلصت بنشوف التارجت اللي بعدها إمتى نبدأ نشتغل عليه هم حاطين خطة وماشيين عليها. امم فده اللي بيميزكم عن, عن باقي العالم يعني. طيب يوسف بتحس إنه يعني ان الكاراتيه بتبقى سعيد ان الناس بقى العامة الشعب يبقوا عارفين ان انتوا يعني جايبين الميداليات الكتيره الحلوه دي والناس معاكم ولا بتحس ان في تاثير برضو انه الناس يعني في العاب تانية الناس بتتابعها اكتر يعني بالنسبه للعيبه المصريه في الكاراتيه لا الواحد بيبسط ان هو بيبقى مثل ليهم والواحد كل واحد فينا بيجي له حتى رسائل من لاعيبة ان هو ان هم قد ايه مبسوطين بينا وان قد ايه ان هم نفسهم يبقوا زينا فاحنا بنتبسط ان احنا مثل ليهم وان هم بيبقوا بيشتغلوا وبيدوفوا دي انتي لعيبه اجنبيه ولا مصريه؟ لا في مصريين وفي اجانب بس انا بتكلم على المصريين يعني المصريين بيبقوا نفسهم يبقوا زينا فده حاجه بتبسطنا جدا كلعيبه مم. احنا عبد الله ايه اللي نفسك تحققه؟ يعني ايه اللي نفسك يتقال عليك؟ ايه اللي نفسك انت كلاعب تعديه؟ كل لاعب في الرياضه بيبقى عنده حلم كده يعني عايز يوصل لحاجه معينه آه هو للاسف يعني الكاراتيه مش موجود في الأولمبياد مره ثانيه طبعا الحلم آه الاولمبي ده احزننا على فكره آه يعني الحلم الاولمبي اكبر حلم لاي رياضي طبعا فطبعا يجي بعدها بطوله العالم ودوره العاب بحر المتوسط انا معايا فضه عالم وفضه دوره العاب فان شاء الله شغال على ان شاء الله ذهب عالم وذهب ان شاء الله دوره العاب البحر المتوسط لسه راجع دلوقتي يعني. من امريكا دوره العاب العالميه دوره العاب عالميه <applause> واختيار الحمد لله معايا ذهب اه الذهب دكتور ده فانت يعني عندك انت ما بتتعاملش غير مع الذهب يعني دليل. احنا دليل. مصريين ما, بنتعاملش غير مع الذهب طب برضو يعني دكتور عايز اسال طبعا احنا كلنا زعلنا جدا ان الكاراتيه مش هيبقى موجود في الاولمبياد ورغم تقدم مصر يعني فيعني عندنا لعبات تانية احنا مش متقدمين فيها اه مفيش امل ان ده ممكن يرجع هو, هو موجود في اولمبياد الشباب 2026 وان أوه. شاء الله في 28 في الكبار هيكون رجع هيرجع, تاني. هيرجع ان هيرجع شاء الله مساعي من كل دول العالم والاتحاد الدولي اللي جال الاولمبيه المختلفه ان ان شاء الله في 28 هيرجع تاني بس الميزه اللي بتميز المصريين زي ما سالت حضرتك اليوم ان فعلا ولادنا فعلا بيبقوا مقاتلين ان هم لازم يجيبوا الذهب لازم يرفعوا على مصر يعني على سبيل المثال في دوره الالعاب العالميه في امريكا لسه راجعين بعد مباشره الجزائر بثلاث ايام سافروا مباشره بعدها بثلاث ايام بالظبط على امريكا والسفر رحله شاقه ورغم ذلك جاب ذهب اتغلب اول ماتش لكن عنده اصرار انه هو يوصل ويجيب الذهب تاني لان نظام دوري في اللعب ووصل فعلا وحقق ان هو لعب لحد النهائي ووصل للذهب يوسف على سبيل المثال ما خد ضربه قويه وكانت اللجنه الطبيه بتقول ما يلعبش والحمد لله المهندس هشام حطب تواصل واثر على انه هو يدخل يعمل علاج والكلام ده يعمل اشعه قبلها في فرق الساعتين ثلاثه الموجودين اما عمل اشعاعات ولقى ان هو سليم اصمم ان هو يرجع تاني يلعب ولعب عنده اراده انه يلعب ويرفع على مصر لعب الماتش النهائي وحقق ذهب وسافر بعدها بثلاث ايام امريكا جاب الذهب وامريكا دي دوره الاساتذه دي معناها ان هو احسن ثمانيه على مستوى العالم في كل ميزان ده حاجه فمن بيلعب حد جداً. ده بيلاعب الثمانيه الاوائل على مستوى العالم في كل ميزان ويجيب دهب عليهم ده حاجه نفتخر بيها كلنا ونرفع لهم القبعه ونقول فعلا ان المصريين لو عندهم اراده بيحققوا كل حاجه اكيد قولي لي يا ريم بتحلمي بايه؟ انت بنت مصريه رياضيه متفوقه بتجيبي ميداليات لبلدك حلمك ايه؟ حلمي بطولة العالم برضو ان شاء الله اول عالم أنيسات ان شاء الله اه اول عالم أنيسات بتذكري مين؟ يعني مين اللي انت خايفه منها؟ مين البلد اللي انت خايفه منها؟ لا هو ما فيش بلد معينه احنا بنعمل حساب لكل الناس زي ما كل الناس بتعمل حسابنا بتذكري المصنفين العاليين في العالم يعني اه هل بيبقى في تواصل احيانا بينك وبينهم لما بتلعبوهم ولا ما بتبقى منافسات بس؟ لا بتبقى منافسات بس اه ما بيبقاش في تواصل م. طيب هنا برضو عايزه ارجع اسالكم عن يعني التحكيم والناس لما بيبقوا عارفين ان انتوا مصر اللي هي اقوى حاجه في العالم بيبقوا منصفين معاكم وبيبقوا داعمين ولا احيانا برضو ممكن يبقى في ظلم هو زي بقيه الالعاب التانية ما بنسمع انا شايف ان لما بيبقى لعيب متميز في ميزانه الحكام بتبقى مركزه ان هو يحسبوا له الضربه المظبوطه بالظبط فلازم يكون ضربه ضربه سليمه 100% عشان تتحسب يعني بشوفها انها يعني ميزه وعيب الحكام عارفين اللاعب بس لازم يلعب ضربات سليمه 100% عشان تتحسب اه يعني يعني ممكن مثلا حد تاني يجملوه يعني تقصد او يعني ساعات اه ساعات اه في فاللي هو المتميز ده بيدفع ثمن تميزه طول الوقت بالانتباه يعني بالظبط ايه اصعب موقف قبلك في في اخر في البحر المتوسط او اللي قبلها اللي كنت في امريكا ايه موقف صعب قبلك؟ هو ممكن النهائي كان في دوري ابطال البحر المتوسط اللي خسرته ممكن عشان ضغط الجمهور هي الصاله صغيره والجمهور قريب قوي من الملعب فالموضوع صعب والجمهور طبعا اثر بشكل كبير <applause> يعني عليا وعلى كان جمهور ايه؟ جمهور الجزائر، <applause> جمهور الجزائر, <applause> في الجزائر في الجزائر اه في دوري آه. يعني كان بي الموضوع صعب من أكيد. انتباهك الجمهور أكيد بياخد من لا انتباهي لأن الجمهور قريب قوي في الكاراتيه يعني قريب قوي اه الصالة في كانت صغيرة الجمهور آه. قريب قوي من الملعب فطبعا بيأثر عليا وبيأثر على المنافس وبيأثر على الحكام فالأجواء عامة كانت صعبة أكيد عليا وعلى زمايلي كلهم لكن عديتها لا هو للاسف خسرت النهائي بس انهاية. الحمد لله ربنا كرم في امريكا آه الحمد لله ان شاء الله طيب انا برضو عايز اسال هنا في الجمهور هنا لما بيلعبوا في مصر بيبقى فيه جمهور داعم في التراس كاراتيه وفي جمهور في جمهور داعم بس طبعا بسبب كورونا في الفتره اللي فات ما كانش فيه جمهور لكن احنا عندنا ان شاء الله بطوله عربيه في اخر شهر سبعه هنحشد فيها الجمهور المصري اساسي وعندنا برضو دوري عالمي في شهر يناير باذن الله يعني الاتحاد الدولي بدا يبص لمصر بطريقه كويسه ان اربع بطولات دوليه في السنه بتيجي مصر حاجه انجاز كبير فهندعو فيها برضو نحشد الجمهور المصري عشان برضه يتفرج على اولاده ويتفرج على وشجعهم. المصريين ويشجعوهم اذا كان مؤثر آه. كده زي ما عبد الله بيقول يعني طبيعه ريم على المستوى الانساني الكاراتيه مهم للبنت المصريه ماشيه كده في الشارع مفيش حد بقى يقرب لا هو انا اصلا محدش بيصدق ان انا بلعب كاراتيه يعني مش ممكن حد يصدق <applause> يعني بيتعمل لك حساب يعني هو عامه الكاراتيه بيديني ثقه في نفسي يعني ده في اي حاجه في حياتي يعني وشايفه انه بيأثر عليا يعني يعني بتحس ان انت معاكي الحامي بتاعك انت يعني انت تقدري تحمي نفسك يعني اه استخدمتيه مره انسانيه؟ بصراحه لا لا بس بس حاسه ان هو امان يعني يعني. اه ما بتبقيش قلقانه يعني في بنات مثلا من سنك بس ما بيلعبوش كاراتيه بيتشجعوا لما يشوفوكي يعرفوا قصتك يعرفوا نجاحك هو انا عامه كل الناس اللي تعرفني وبتعرف ان انا بلعب كاراتيه بيبقوا كلهم مبهورين بيا حتى مثلا في الكليه لما ما حدش بيبقى عارف ان انا بلعب كاراتيه لما بيعرفوا بيبقوا شايفين ان دي حاجه كويسه ان انا انت كليه ايه انا ما عرفتش كلياتكم انا كليه هندسه هندسه يعني هتبقي البشمهندسه اللاعيبه الكاراتيه هتبقي قسم ايه او انت قسم ايه قسم انتاج انتاج طيب يعني عندنا مهندسة هنا في الكاراتيه كلهم ما شاء الله كلكم كليات مهندسين, مهندسين؟ كلياتكم كليات كليات أنا... انتاج برضه انت مهندس برضو انتاج ابو آه. حقوق عين حقوق يعني محامي يعني ف يعني دراسات مختلفه بعيده تماما يعني برضو هسال نفس السؤال بتعريم الكاراتيه برضو بيديك احساس إيه انت في المنطقه اللي ساكن فيها في البيت في العماره وسع بقى ده لاعب الكاراتيه جاي اه اكيد هما في المنطقه اكيد اه الناس في المنطقه يعني فرحانين يعني انا اصلا كل ما ارجع من كابتن يوسف جه وسع بقى <تصفيق> 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 كابتن يوسف راح كابتن يوسف جه فالمنطقه لا الناس كلها عارفين يعني في المنطقه هل هل بتبقى حاسس مبسوط انك مثلا ولاد صغيرين يسالوك عايزين نبقى زيك يا كابتن عايزين نلعب كاراتيه يعني بيفرق؟ اه بيفرق ان احنا بنحس ان احنا فعلا بنأثر عليهم وان احنا حاجه كبيره بالنسبه لهم ان هم ان هم نفسهم يبقوا زينا فده بالنسبه لنا حاجه بتفرحنا جدا. <applause> عبد الله انت بقى ما بين الحقوق وما بين الكاراتيه يعني مسافه كبيره قوي بتجمع ما بينهم ازاي؟ هو اكيد الموضوع صعب طبعا في آه. اي دراسه مش في الحقوق بس آه يعني يعني معظم السنه الاولويه للكاراتيه لان هو البطولات كتير ورا بعض بس في وقت الاولويه بتبقى للدراسه طبعا فتره الامتحانات والكلام ده. الكاراتيه في احتراف؟ إيه يعني شبه احتراف ولا لسه احتراف او في مصر بالذات لسه بدات موضوع السبونسر والكلام ده لسه جاي عشان الاولمبياد اعداد بسيطه للعيبة في احتراف في العالم لا مفيش ما مفيش احتراف, احتراف ما فيش يعني دول بس دول هي اللي بتلعب. بس اللي بتلعب لكن مفيش مثلا لاعب من بلد ثانيه زي الكوره زي البول زي لا لا, لا محجمه شويه ومتحجمه على العالم برده اه متحجمه آه يعني هي, هي 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 لعبه محليه اكتر بالزبط. منها يعني. اه اه مستقبل الكاراتيه في مصر رايح فين مش عايز اقول لك لو في احصائيه موجوده فعليه كاراتيه رقم واحد في مصر في عدد الممارسين رياضه. كام بقى العدد تقريبا؟ يعني احنا عندنا في سجلات الاتحاد عندنا على السيستم مليون لاعب كاراتيه. مليون؟ مليون لاعب كاراتيه. مليون لاعب كاراتيه في مصر؟ في مصر. على السيستم, على السيستم متسجل على مليون لاعب مفيش لاعب وده اكبر مصر. اكبر رقم بالنسبه للالعاب الرياضيه الالعاب الرياضيه بالكامل اكبر بالكامل رقم. اه مش عايز اقول لحضرتك ان في طفره كبيره حتى في البنات بالذات في في مناطق الوجه الابلي في وعي وثقافه كبيره مختلفه بيلعبوا يعني ما عمل دورة مدربين في المنيا ويحضر فيها 80 دارس ودارسه الاقي مثلا 50 للبنات و30 للرجال في صعيد مصر اه والميزه لو دخلت اي مركز شباب او نادي بتلاقي كل اولياء الامور رايحه تتابع التدريب وتتفرج على اولادها اللعبه م. الوحيده اللي فيها اولياء امور اكتر من بيتفرجوا على التدريبات بتاعتهم ففي وعي وثقافه كويس قوي بالنسبه نسبة كبير. كردية. هل, هل هل هم محتاجين حاجه اكتر من الاتحاد من آه من الدوله كل واحد من دول إن فعلا النتائج حد اللي آه طبعا لازم رجال لازم اعمال لازم لازم لان اللي النقله اللي اتنقلوها والنتائج اللي بيحققوها ما توجدتش في الرياضات بالكامل ايه اللي هيحققه السبونسر يعني اللي هتبنى الشباب دول ممكن يعملوا ايه اكتر إيه ما تنسيش ان هو معنى ان يجي له سبونسر السبونسر نفسه هيستفيد لان اتحاد الكاراتيه كبير إيه ك نشاط بطولات لو جمعنا نشاط الاتحاد انا بعمل ثلاث بطولات إيه يعني بطوله في الاسبوع ثلاث ايام في خمس محافظات في وقت واحد يعني 15 مم. يوم في الاسبوع فانت لو سبونسر من كل محافظه اه يتبنى آه. مين بيشتغل على الموضوع ده الاتحاد, الاتحاد ولا وزاره الشباب لا الاتحاد بيشتغل معاه وبرضه بتعاون مع وزاره الشباب والرياضه يعني بدانا نتحرك في الموضوع ونور. ده بحيث ان احنا نجيب رعاه للاتحاد ورعاه للعيبه بالموضوع اه اكيد ان شاء الله آه كلمه اخيره تحبي تقوليها تقولي ايه للبنات اللي عمرهم ما لعبوا كاراتيه؟ اشجعهم طبعا ان هم يلعبوا لعبه بتدي ثقه في النفس جدا وبصراحه انا شايفه إنها مش بتاثر خالص على الدراسه بالعكس يعني انا واحده من الناس بتخليني ان انا اقدر انظم وقتي بشكل احسن كتير بس يوسف بعد الميداليات دي أهديت الميداليات لمين؟ الوالدي ووالدتي واخويا اه عشان اكيد بيتابعوك وبذلوا آه. مجهود عبد الله نفس الحكايه؟ اكيد طبعا لعيلتي ومدربيني وكل الناس اللي وقفت جنبي طبعا اكيد انا فخوره بيكم جدا الحقيقه والكاراتيه دي حاجه حلوه جدا ويعني اعتقد ان هي رياضه اذا كان في مليون لاعب على السيستم مصري بيلعبوا كاراتيه دي حاجه يعني حلوه مبهره انا بشكرك جدا يا دكتور بشكركم كلكم واتمنى لكم التوفيق ودايما الى الامام دكتور محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه نورتنا واللاعيبه ريم احمد نورتينا يا ريم ويوسف بدوي وعبد الله ممدوح نورتونا والف مبروك على الذهب وعلى كل الميداليات اللي عملتوها